يا فهم أحلى غاديو 7:32 دقيقة. مازلنا في ساعتنا الأولى من الست نوف ومازلنا مع التشكيلة المزيانة اليوم. أنس بن مالك، الكابتن خالد حسني، وخولة سليماني. كنا نحكي وعلي صاير في مجلس نواب الشعب، وخلينا نشوفوا لرياكسيون زيادة. يهمنا برشا أنه نعرفوا بقية الأراء فيما يخص اللي صار، وبالتحديد تعرفوا توا كل الأنظار متجهة للشخصية الأقدر اللي باش يعينها رئيس الجمهورية قيس سعيد. من ستكون هذه الشخصية؟ هل ستكون شخصية رجالية أم شخصية نسوية؟ البارح وحيدة الدريدي الممثلة والفنانة اللي كانت حاضرة مع زميلتنا أميمة عياري في ستاخ تايم، كانت حاضرة تقول نقول القيس سعيد حط مرأة رئيسة للحكومة والمناصب لا تستهويني. نذكروا بالإكستخي واحدة من الناس نقول لو كان قيس سعيد يسمعني طوي حط لنا مرأة رئيسة حكومة قادمة وانا نأكد لكم اللي تونس باش تجنح وقتها. وتنجم تكون وحيدة دريدي، خاطر وحيدة دريدي لعبت لعبة في الفيسبوك. لا لا من خرجت هي رئيس حكومة. لا لا رئيس حكومة في داري رئيس حكومة ما نحبش، على خاطر شوف فما ناس يعتبروا الكراسي تشريف، انا راها تكليف. أنا راها تكليف. هذا والله هذا يحيلنا الموضوع مهم جدا. أي برشة توانسة تو برشة أصوات قاعدة طالب أنه تكون رئيسة الحكومة امرأة تونسية كفاءة والمعنى من الكفاءات، عدد كبير فقط نعطيهم الفرصة. ساعة يهمكم ولا ما يهمكمش الموضوع هذا؟ يهمني أنس، يهمني خولة، يهمني الكابتن خالد حسني. وخلينا نبدأ بيك كابتن، علاش يهمك؟ لا يهمني احنا شو ياسر نتكلموا كما يقول الباكستاني يقرقروا نقرقروا، يقول لك يتكلم برشا باكستاني قرقر، واحنا الناس واحنا الاولاني في العالم وحقوق المراه، جيت نشوف نلقى احنا المراه لا مسيكنا ما عندها تمثيليه ضعيفه وضعيفه جدا. انا كي نشوف مظلومين يا كابتن. ايش اقول لكم انا البارح انا دخلت وحبيت نشوف رواندا. يا سي ما نحبش نمشي انا انجلا ميركل وكذا، خويا رواندا 11 مينيستر امرأة على 21. رواندا اللي جاها جينوسيد، مليون عبد ماتوا في 3 أشهر، تعمل في 8% من الكرواسانس من نمو رواندا مينيستر البريزيدونس تاع الكوميرس نتاعها، جونيس تكنولوجي جيستيون سبور فونكسيون ترافاي سونتي فامي. نمشي توا انا محب، انا دخلت على برشا اثيوبيا مرأة تحكم في اثيوبيا 110 مليون يا ناس فيقوا، رانا حد شيء زيوم الكذب على المرأة التونسية. غوفرنمون فنلندي سامحوني 12 فام سير 19 مينيستر، لا بريمير مينيستر بريمي ولا بريما سابور سانا مارين عمرها 34 سنة. هاي سيدي أنا هما الوزارات في فنلندا، شد روحك فينانس كوادوتر كولو ترافاي جوستيس انتيريور الوحدات كيما حنا وزارات السياده امبلوا سوسيال فامي انفيرونمون سيونس كولتور تكنولوجي. شو اللي بقى للرجال؟ بقى ايكونومي ترانسبور اغريكولتور ديفانس. اكاهو وينكم يا تونس؟ اين نحن من أين كل نحن هذا؟ وانتم تتكلموا كل يوم المراه التونسيه في البرلمان وراه الناس الكل راهي ملا تجربه، يزيوم الكذب. والمراه ما عندهاش يلزمها، المراه الدافع كما قالت هذه سنا مارين قالت انا وقت كنت صغيره فما غنيه تقول يزمك تاخذ الحكم من اللي عمرها 7 سنين وهي تسمع، حتى خذت الحكم 34 سنه اصغر وزيره في العالم. يا رسول الله ما عندناش كفاءات نسائيه. هو حتى في الاحزاب اللي تقوم حملتها الانتخابيه كامله على تدعيم مراكز المراه في مراكز القرار وفي تواجدها داخل الوزارات وداخل المؤسسات الدولة داخل البرلمان، الأحزاب نفسها حتى كي تشوف القيادي الصف الأول ولا حتى قيادي الصف الثاني ما فماش برشة تمثيلية للمرأة. سمحني في سجون المرأة في البرلمان الرواندي تتمثل قديش 63%. الحزام السياسي اللي يقولوا عليه مظلوم الراجل في هولندا في رواندا. ليه فما كفاءة خاطر تمشي فما كفاءة. لا اللي حاب يخدم البلاد يسمو كفاءة. فهمتني انت في 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 فنلندا الحزام السياسي 100% عليه خاطر 5 مينيستر اللي هما رؤساء احزاب. اين احنا من هذا؟ علاش قلت لك ديمقراطيه متخلفه لقد جلبت لهذا البلاد الخراب والفتنه والدنيا كل ويلزم هالنظام السياسي. اين نحن من كل هذا واحنا الدوله اللي تحكي وتدافع على حقوق المراه ويضرب بها المثل بين الدول المنطقه العربيه ككل؟ تعرف علاش ما فماش تمثيليه للمراه حتى في الاحزاب اللي تدافع على المراه وفي المنظمات الوطنيه الكبيره؟ لانه
القرارات والاجتماعات تصير كل في الليل في الشتاء تصور، وتصير في أماكن اللي هي خليني ما بين ظفرين باش ما نكبرهاش مخلطة، اللي المرأة تحشم باش تدخل لها. هناك تدار وتتخذ القرارات في الأحزاب والمنظمات. إيه ما نصورش كان السبب هذا. معناها لا لا مش نشيلو. معناها في الغرف شو المغلقة. مش في الغرف المغلقة. بالعكس بالعكس. يحكي على الكادر. في الفضائيات. يحكي لوبينغ معناها. فهمتوني في الفضائيات المفتوحة. العام. اللي في البيران هاي خلينا نقول. في البيران حزب يمشي وغادي هذا مستقبل ولا تونس يتقرر في هذاك. علاش الدول الاسكندنافيه منعت الاجتماعات هذا خارج اوقات العمل؟ معناتها تمشي تاخذ في وقت العمل اجتماع ساعتين من زمان فقط، مش ولا 10 نتاع الليل في سافا اودلا دو سا جو بونس. لا لا وهذا مهم علاش نساء على خاطر مش فقط الكونتكست او الاطار مش كبير معناها جزء صغير مش كبير هذيك كفاءه يا جزء كبير على خاطر هاني قلت لك انا جزء ما قلتكش كلهم الاجتماعات يصيروا غادي. الحاجه اللي حاب اقولها اللي وقيت امراه اليوم في تونس شكون؟ من الانسب؟ سنين خليني نكملك. وقيت امراه لسبب بسيط نحي خاطر باش تدخلوا كاول دوله عربيه نحطوا لا 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 كذب هذاك كذب نحي اللي تيدخل فارغ نحي. وقيت امراه لانه الوضع السياسي اليوم يمكن نحتاج إيه؟ شكون شكون لأنه شكون فما اسم هو ما تروح يطرحوا فيه الناس الكل ويمكن يختاروا الرئيس قيس سعيد اللي هو لبنى الجريب واللي هي وزيرة العدل حاليا او لا 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 الكبرى مانيش فوالا واللي كانت اللي من التكتل جات من التكتل واللي هي قريبه لياسر الفخفاخ واللي عندها حظوه عند رئيس الجمهوريه. لكن انا باش نقترح عليكم اسم تفضل وقولوا لي هل انه المراه هذه تنجم؟ ما نقولش انا باش تسعد بالاقتصاد التونسي على خاطر احنا اليوم اعطينا نمنعوا اعطينا نقعدوا كيما هكا بسبب ازمه الكورونا وبسبب الازمه السياسيه. ايش قولكم في نصاف بن علي رئيس حكومة؟ المرأة هذه المرأة هذه اللي عليها إجماع ما تنجمش تجي رئيس حكومة؟ شو؟ ما تنجمش تجي رئيس حكومة؟ شو؟ الميدان نتاعها 5 5 لا 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 شو؟ تو أنت قبيلة تقول السياسي وتكتيك راهو سياسي لا يا أخي السياسة تختلف تماما على الميدان نتاعها. لازم مرأة شو مرأة عليها إجماع مرأة حبوها التوانسة ومرأة تخدم في 14 ساعة قد في قد تكون الكرتون في الـ في الـ في القطاع نتاعها في الدومين نتاعها لكن ربما المسألة السياسية تعرفها ليه تعرفها معقدة جدا. هاش قلت لك ملك يا أخي هي قاعدة داوي واحد هي قاعدة تشرف على أزمة. اليوم رئيس الحكومة الفرنسية جديد رئيس الوزراء الفرنسي جديد منين جاي؟ منين جاي هو ساعة رئيس بلدية وجاي خاطر هو كان هو عمل الحملة هذيك نتاع الكوفيد نتاع الكونفينمون نفس في بلدهم شوف لا خلينا نقول لك يا كابتن علي تقص عليا هو جاي كان يشرف على إدارة أزمة الكورونا جاي رئيس حكومة المرأة اللي أشرفت على رئيس معناها على الأزمة هذي نفس القطاع اللي شدته نفس أنس بن مالك يحكي على زوزة سالم ولكن, ولكن عنده تكوين سياسي الوزيرة الأولى تاع فنلندا يا أخي اللي جاو يعملوا تكوين سياسي هو يجيو البال في مش مع حد يا كابتن في البلاد يا كابتن جاي مرشح للسياسة قال انا ويوسف الشاهد كنا نقعدوا في باريس يا ما نحكيوش على السياسه نحكيو على البنات نحكيو عن سي ونحكيو على الكرهب باهي. انس بن مالك يقول نصاف بن علي لما لا او لبنى الجريبي المكلفه بالمشاريع الوطنيه الكبرى في حكومه الياس الفخفاخ. هيا خاولة نسمع منك انت انا في مني قلت لي همني قلت لي همني على الاخر لا احنا لا لا فما حاجه تخيز امبورتونت كما قلت قبيله كابتن راهو احنا نعيشوا في مجتمع رجالي 100% 100% المراه راهو كاين جسد اكاهو اوترومون ترى لي كومونتير ترى لي ستاتيو ترى الدنيا كله عمره ما الراجل هجم مراه في تونس ولا في المجتمع العربي بالدبلوم نتاعها ولا شنو عملت ولا شنو قرات ولا يشخش ميم با باش يعرفوا شنو النيفو نتاعها ديريكت بالجسد بالشرف بالمادة مثلا كما صار ديرنييرمون متى ديما يخزولها من المنظار هذيك فقط لا غير وبعد يقولوا احنا السباقين واحنا مجتمع ندافعوا على المراه وكل شيء سو ني با فغي. انا نقول علاش ليه ما يحطوش مراه؟ عندنا برشا كفاءات وبرشا نساء شادين مناصب مهمه ومشرفينا لبرا معناتها في بلدان اخرى علاش ما نجيبوهمش؟ بالضبط علاش نقولوا نشوفوا شوا في تونس؟ انا ما عنديش اسامي في مخي اما نجموا نلقاو دي شوا زاد لبرا نجيبوهم نستنفعوا منهم احنا خير وان بلوس تجربه. عندك اسامي؟ ما عندي حتى اسم
ما عندي حتى اسم هذاك. علاش قلت علاش اون شيرش بايير البرا؟ علاش هو عندك هوني وقلنا ليه ماهيش اختصاص بجيبوا حد البرا ما يعرفش حتى الوضع في تونس شنو؟ لا لا حتى البرا متابعين الوضع برشا توانسه متابعين الوضع ويعرفوا بالكدا بالكدا وعن كثب وقاعدين يستنفعوا. لا ما عنديش ويستنفعوا من الكفاءات نتاعهم البرا واحنا في تونس لا علاش الوغ هما ولاد تونس. والتجربه بوندون دي زاني دي ديزان داني ديما رجال يشدوا الحكم وابخوفي اللي احنا البلاد قاعده بالعكس تمشي وتزيد تطيح مش تمشي وتزيد تطلع. دونك علاش اليوم ما اون شيرش باين التيرناتيف معناتها نشوف علاش ما قويمش علاش ما نحطوش المراه يا خويا حتى التجربه نجربوا نشوفوا المراه كيس كالفا دوني. وانا خاطر تونس توا توت فاسون هكا ولا هكا راهو ماشيه الهاويه دونك لازم نشوفوا التيرناتيف. ايجا نقول لك ايجا نقول لك راهو كل يوم فما مشاكل اكبر وكل يوم قاعده تصير صراعات وكل يوم مصالحهم قبل مصالح نتاع تونس اون بلوس في ازمه الكورونا اون بلوس في الازمه الاقتصاديه توريستيك اجتماعيه كل معناتها كل شيء قاعد يمشي ويسا غراف وافيك تو سا قاعدين نشوفوا في المنظر السياسي يمشي ويزيد يتعقد ويمشي يزيد يولي اكثر سوق دلال. نقول ديما سوق دلال دونك اليوم ما نعطيو فرصه للمراه اما جو دي بيان كفاءات مش اي مراه مش اي عبد يعمل بوز وهذا هو بيت القصيد معناتها راهو بيت القصيد دونك كفاءات وانا جو سوي سيغ اللي سافا انا عندي اقتراح علاش كيما في كينا في فنلندا في رواندا علاش ما نعطيوش اكبر عدد في رواندا خاطر اسمع اكبر وزارات اكبر جو سوي سيريو اكبر وزارات خاطر هذا يهمني برشا خاطر هذا يهمني برشا خاطر ما نحبش نقول كيما نعمل في الكوره ننتدبوا لاعبين اجانب ما نحبش نقولها كاو الكابتن اول مره راه هكا شيء نطق 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 الغزوه شنو هي معناتها اكثر نساء نحكيو عن نساء في الاستوديو هذايا ثلاثه نساء موجودين ثلاثه نساء سامحني اي الكابتن وقت اللافوت رفيق مالا اخويا نجيبهم من برا هكا 47 دقيقه نعطيو الكلمه للصوت النسائي الفا اللي تعطينا اخبار الكياسات في اللافوت رفيق.